طبعا احنا سنتمكن بالارض، احنا مو قلنا على الارض، لكن نحن نعطي فرصه لقوات التحالف. المجلس الانتقالي الجنوبي يكتب مطالبه على ورقه الاحتجاجات ويوظفها سياسيا. تتسع رقعه الاحتجاجات فتحمل معها جغرافيا جديده ومطالب اجد، لتقفز ربما على مطالب المحتجين بتحسين الخدمات والحد من انهيار اسعار العمله. هذه المره ارتفعت الشعارات السياسيه في الصوت الجنوبي حاملة في مضمونها مطالبات تتجاوز الخدمات إلى ما هو أبعد من ذلك. فالمجلس الانتقالي يصدر بياناً حمل دعوات للتصعيد ضد الشرعية، يطالب بإقالة الشرعية ويطالب بالحق المجلس في مفاوضات جنيف القادمة. غير أن ما هو أبعد من ذلك هو ارتفاع سقف المطالب لطرد التحالف، أو تحديداً طرد السعودية من الشارع الجنوبي. أمر يكشف بحسب مراقبين عن حجم التباينات بين الرياض وأبو ظبي فيما يخص الملف اليمني جنوبا، إذ يقولون إن سباق السيطرة على الموانئ والمنافذ بات يشكل نقطة تحول في مسار التحالف. المهرة وسقطرة تقفان على رأس احتمالات الصراع الخفي على الجزر والموانئ اليمنية بعد إنهاء الوجود الإماراتي لتحتل موقعه القوات السعودية، لتعود الإمارات من واجهة الانتقالي يدها الأكثر صخباً لتوجهه هذه المرة ضد حليفتها. محاولات تعبئة الشارع الجنوبي ضد المملكة قد تكون لها تبعات كثيرة، ليس لأنها تلتقي مع أهداف ميليشيا الحوثي في صنعاء، بل لأنها قد تزيح الستار عن خطوات لنقل المجلس الانتقالي إلى مرحلة قادمة. وفيما يبدو من صمت الرياض أن هناك واقعاً جديداً يفرض على الشريعة والمملكة معاً.